بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله جبت لكم بولي غولي، يعني دجاجة منزوعة العظام، ما فيهاش بولي ديزوسي، ما فيهش عظم. غوليناه وخدمناه بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، بنين بزاف بزاف بزاف. ننصحكم تجربوه، توكلوا على الله وبسم الله. نشوفوا الوصفة مع بعض إن شاء الله بلا ما ننسى، ونصلي ونسلم على حبيب الله عليه أفضل صلاة وتسليم. هنا عندي دجاجة منزوعة العظام، يعني بولي بلا عظم. إذا عندكم مشكل في هذا الشيء اكتبوا لي في التعليق، ندير لكم فيديو على هذا الشيء. هنا كما قلت لكم عندي البولي نتاعي، نحط فيه نص ملعقة، نحط فيه ملعقة صغيرة كل من بابريكا، كمون، فلفل أسود، وندير الملح، ربع ملعقة تاع زيت زيتون، ونسيي ندخلهم كامل في الدجاجة تاعي. هنا عندي 500 غرام تاع لحم مرحي، نزيد له توابل، هي نفس التوابل، ملعقة صغيرة تاع بابريكا اللي هي فلفل أحمر حلو، فلفل أسود، وكمون، وملح، 3 ملاعق تاع زيت زيتون، و3 ملاعق تاع شابلور اللي هو خبز يابس مرحي. شابلور هنا باش متجيناش ناشفة وتجي يجي اللحم تاعنا طري. نكسلو لا فيوند هاشي فوق ورق الطهي، بعد ما نكسلوه نحطوه فوق الدجاجة، نحط 2 حبات مرقاز، ونزيد 3 حبات فرماج نوزعهم على الطول. وصفة بزاف سهلة، ونغولي البولي تاعي كما راكم تشوفوا. نسي نلفو كامل، ندخل لا فيوند هاشي اللي راهي خارجه سور لي كوتي، ونحطها فوق ورق الطهي. هنا عندي 2 فاي دو بابي الومنيوم، نحط فوقهم الغولي تاع الدجاج، نسقمو مليح ونغوليه اولا في ورق الطهي، ثم في ورق الومنيوم، وندخله يطيب ساعة و45 دقيقة على 180 درجة، بعد ما نكون ثقبت ثقوب في البابي الومنيوم. هنايا بعد ما طاب الدجاج تاعي، نحكم شوية تاع زبدة ونص ملعقة تاع عسل، نذوبهم مع بعض ونتهم بهم، وعاود نرجع البولي تاعي نرجعو يحمر، يعني نرجعو نشعل الفور من الفوق لا غريل ونخليه يحمر. بعد ما يحمر نخليه يرتاح شوية، ما نقطعوش تو دسويت، لا قطعتيه تو دسويت راح يتقطع لك كامل، خليه يرتاح أمور 10 دقائق ومن بعد قطعيه. هذا هو الشكل تاعو، يجي بزاف 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 بنين. ننصحكم تجربوا الوصفة. نقول لكم احبتي في الله، تهلاو في رواحكم وبارك الله فيكم. واذا حبيتوا ندير لكم فيديو تاع كيفاش ننحيوا العظام خلوا لي تعليق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.